صباح التفاؤل على احلى ضحكه في المنطقه. صباح الخير يا عم حكيم. اهلا صباح الخير يا ابني. عايز اصور شهاده الميلاد 3 نسخ والبطاقه دي 3 نسخ. والله اقول لك بلاش البطاقه مش لازم. صوري شهاده الميلاد بس بسرعه. انت بتصرفي عفريت يا بنتي ولا ايه؟ هتختمي القران كله وانا واقف يا شاهد. مش رايح اسالك اذا حصل. بسرعه والنبي عشان مستعجل. شكلك بسم الله ما شاء الله زي البشاوات. زي ايه؟ ده انت احسن من البشاوات كمان. بجد وربنا عجبتك البدله؟ بقول لك احلى من البشاوات. عارف انا اول ما شفت ضحكه امك المسنتحه دي اتفقلت، قلت ان شاء الله اليوم ما اقدر. يلا صوري بسرعه. يا بت انت تفضلي مسنتحه كده؟ يلا بسرعه مستعجل يا شهر. يا ناظر المكنه بتسخن. الله يا نهار ابيض. وصلتي؟ طب انا اسف انا بصور ورق وجاي على طول. لا تدخلي فين، خليكي على الكورنيش. معلش باي. انجزي. مين دي يا ناصر؟ انت مال اهلك انت؟ مين دي؟ مال اهلي ازاي؟ انت مش واقف في مكتبتنا بقى لازم نعرف كل حاجه. طب يلا اديني البتاع عشان مستعجل. ماشي يا ناصر. امسك. اسلم ايدك. استنى هات 75 قرش حساب الورق اللي صورته. خرب بيتنا تنتك. امسكي. ما عندناش فك. اعمل لاهلك ايه انا دلوقتي؟ قول لي كنت بتكلم مين في التليفون؟ يا ساتر يا رب عليك، كنت بكلم امي. اكتر انسانه في العالم تهدر الوقت. ربنا مبتليك ببنت يا عم حكيم. الله يكون في عون اللي هيتجوزها. يا صاحبي. ده انت رايح النيابه النهارده صحيح. رياض رايح النيابه النهارده، محسسني اني رايح متهم زيك ولا ايه؟ رايح النهارده، ادعي لي. اول اذن من النيابه يطلع ان شاء الله بحبسك على كميه الموبايلات المسروقه اللي انت بتبيعها. الو. كده اتفضل. ايه يا حبيبي؟ معلش غصب عنك، انا مش في الكومباوند عندكم، انا بعدي على 60 بني ادم عشان اخد تاشيره خروج، انت بتنزلي تاخدي عربيتك وتمشي. سلام. اعدل ايدك يا انت لسه ما رحتش الامتحان؟ لسه والله كنت بصور شويه ورق يا عم. صباح الخير يا عم جرجس. صباح الفل يا ناصر. صباح الرضا. الله 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 الله. ايه الايام دي؟ ايه بما؟ انا لو مكان الناس دول انجحك من غير امتحانات. حلوه البدله؟ شكلي يشرف والنبي. شكلك يشرف من وانت بتحب يا ناصر. خاطر ضمك؟ دي دعت لي دعوه من قوتها بنطلون امين اتقطع. فارق معاك موضوع النيابه ده واد يا ناصر؟ انا باني مستقبلي كله عليه. ولا انت ارضيك افضل ادي الولاد دروس وفي الاخر هم يدخلوا النيابه ويشتغلوا شغلات كويسه وانا قاعد محلك سر؟ ما تقلقش. ربنا موجود. ونعم بالله ملناش غيره. كنت عايز اسالك سؤال رفيع وخايف تزعل. انت الوحيد يا ناصر اللي لو ضربتني بالنار ما ازعلش منك. انت بس. يعني لو ان شاء الله نجحت في النيابه. ممكن تبطل شغلك ده؟ شغل ايه يا عم ناصر؟ السلاح رفيع. الكام فرد خرطوش اللي بيجيبوا لي 30 40 الف جنيه في الشهر؟ وانا لو عايش لوحدي هعيش بيهم مالك؟ كان زماني ركب احسن عربيه. انما انا شايل حمل عيله. انت واحد من العيله دي بكراكيبك بكتبك بعلامك بالبدله اللي انت لابسها. ديك دلوقتي عم ناصر اقول لك اقلع بدلتك وروح لهم الامتحان باللباس. اديك زعلت. او كلمه سيب شغلك دي زعلتني زي ما انت زعلت كده بالظبط. عمري ما اكون سبب اذيتك يا ناصر. ولو انت شايف ان شهاده وفاه اخوك هي اللي هتنجحك عندي استعداد اخليك تروح لهم بيها. بعد الشر عليك. انا اسف والله ما كانش قصدي. هات لي الحسابات يا جرجس. والله بتهزر. انا دقيقتين وكنت حمش. ده ايه البيع اللي على الصبح ده؟ بيع؟ ماشي. انا غلطان عشان جاي اوصلك اساسا. اهم حاجه مستعد؟ يا بنتي لو ما نجحتش في النيابه مش هيبقى ليها عين اقعد قدام باباكي اساسا. الا بقى لو نجحت في النيابه ورحت اتكلمت ورفض، ساعتها مش هيبقى قدامي غير حاجه واحده بس. ايه؟ هضربه واخطفك. اخطفك بقى ونعيش في شقه في بشتيل، في بوقتاتا هايتس، في الورق هيلز، في اي كومباوند هادي في العشوائيات.
ايه يا جدع انت على الصبح؟ ازيك يا بلدين؟ ايه بلدينا دي؟ جيت شايل قفه على دماغي ولا جاي الامتحان بكلسون؟ وجاي لنا ليه بالذات يعني؟ عشان احنا مالناش الا بعضينا. عايز ايه؟ يا جدع انت بتقرب لي كده ليه؟ عايزين نروح نشرب حاجه بس عبال ما الامتحان. طب ما تقول عايزين نروح نشرب حاجه واحنا هنروح نرتكب جريمه من غير وشوشه. هروح اشرب معاك حاجه في الكافيتيريا. هنا يا حياك الله، انا كاستغيث اصلح لي شانكم ولا تكلم. بقول لك انا اروح هناك لحسن يبداوا. لا 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 لسه بدري، ما تقلقش. متاكد؟ وانت واخد الموضوع بجد كده ليه؟ اللي واخد الموضوع بجد كده ليه؟ ومحسس اني مقدم على وظيفة كاشير في كنتاكي. اللجنة السبعية دي اللي هتحدد مين فينا هيدخل النيابة ومين هيتكسر بخاطره. شفت العيال اللي تحت اشكالها عاملة ازاي؟ العيال دي ولاد ناس مصروف عليهم، واكيد ورائهم ووصيتهم هيعدوه. انما اللي زيي واللي زيك غلبانة فقير. اللي زيي واللي زيك المفروض ما يتقابلوش اصلا في يوم زي ده. انت المفروض تاخد جايزة نوبل في الطاقة السلبية. سيبني يا عم في حالي. ليه يا عم؟ استنى بس، انا بفضفض معاك ما تبقاش خلقي. سبت الامم دي كلها وجاي تفضفض معانا؟ عشان انت غلبان شبهي. وانا باين قوي كده ان انا غلبان؟ باين يا عم، بس انا اللي مش عايز اقول لك من الصبح. ولا انا بتكلم غلط؟ يا عم انت بتتكلم صح، انا موهوم يا عم، انا سيبني احلم يا جدع انت، انت شاوم ده على الصبح. انت تقديرك ايه؟ الحمد لله الاول على دفعتي 4 سنين. يا راجل لا، يخرب بيت دماغك، ده انت عبقري يا جدع. قول ما شاء الله بعينك دي يا عم. خلاص ده انت كده داخل مستريح، وبأمانة الله بدلتك ألاجة. ألاجة؟ صدق قفلتني من البدلة. يا نهار اسود، معلش يا ابني معلش يا ابني، انت مش قلت علاقة؟ ايه ده ايه ده ايه اللي حصل؟ معقول؟ انا همسح انا عندي امتحان دلوقتي. اعمل ايه؟ خلاص انا هغسله. استنى اعمل معروف. اعمل ايه؟ عندي امتحان عايزه قميص ابيض ابيض ولا ابيض؟ على راسك يا حاج قميص ابيض، والنبي مستقبلي هيضيع.